السلام عليكم. يلملم الإيرانيون أوراقهم ويحزمون أمتعتهم لمغادرة سوريا بعد نضج قرار دولي بهذا الخصوص أقطابه أمريكا والكيان الصهيوني وكبريات الدول الأوروبية، بينما ينهمك الإيرانيون في إعداد خطة مناسبة لهذا الخروج، هكذا يقول فريق من المحللين والمتابعين للمشهد الإقليمي. لكن هل أنفقت إيران مليارات الدولارات وقدمت آلاف القتلى من ضباطها وحشدت الآلاف من الشباب الشيعي المتحمس ضمن ميليشيات منظمة للقتال إلى جانب النظام السوري؟ هل فعلت كل ذلك من أجل مغادرة سوريا بمجرد أن يطلب منها ذلك؟ هكذا يقول رأي آخر. بين هذه الرؤية وتلك تدور راحة التفاعلات السياسية لهذا الموضوع إقليميا ودوليا. وانطلاقا من هاتين الرؤيتين تأتي حلقة اليوم من برنامج حديث العرب لتسأل عما إذا حان الوقت لخروج إيران من سوريا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء المتجدد. إيران بدأت بسحب رجالها من سوريا، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن إيران اليوم ليست تلك التي كانت قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي معها. وعلى الرغم من أن تصريحات ترامب تفتقر إلى الواقعية في رأي كثير من المتابعين، إلا أنها تأتي في سياق تصاعد الضغوط على طهران للخروج من سوريا، ضغوط يمارسها خصوم طهران في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بل ويمارسها الحليف الروسي كذلك. فهل اقترب فعلا خروج إيران من سوريا؟ قراءة المشهد السوري ومعادلات القوة على الأرض تشير ربما إلى صعوبة ذلك الخروج، فقوة النظام السوري أنهكتها 7 سنين من الحرب وباتت عاجزة عن فرض نفوذها في مناطق سيطرتها، لذلك فإن أي خروج إيراني سيخلف فراغاً استراتيجياً لن تملأه بالطبع قوة النظام، وكذلك الأمر بالنسبة للقوات البرية الروسية الموجودة في سوريا بأعداد قليلة رغم وجودها القوي جوياً. غير أن الوجود الإيراني في سوريا يعتمد بالأساس على ميليشيات أكثرها غير إيرانية تدين لطهران بالولاء، ولعل ذلك ما أشار إليه رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى سوتشي الروسية، حين أكد أن الحضور الإيراني لا يتعدى وجود ضباط يساعدون الجيش السوري، ما يعني الفصل بين الوجود الإيراني الرسمي وغير الرسمي المتمثل في أكثر من 60,000 مسلح ضمن الميليشيات الموالية لها. وبالنظر إلى تعقيدات ملفها النووي والإقليمي، فإن طهران ستعول كثيراً على ورقة وجودها في سوريا لتحسين شروط التفاوض بشأن الملفين، لا سيما بعدما طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والعقوبات التي وصفها بالأقصى في التاريخ ضد طهران، كما أن الإيرانيين يعلمون أن خروجهم من سوريا قد ينقل الصراع إلى عمق الأراضي الإيرانية، ما يعني أن خروجاً إيرانياً من سوريا ربما لا يتحقق إلا وفق صفقة تشمل ملفها النووي وتمددها الإقليمي. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو سمير نشار، عضو الائتلاف الوطني السوري سابقاً، وعبر سكايب من لندن محمد المذحجي، الخبير في الشؤون الإيرانية. أهلاً بضيفينا الكريمين من الاستوديو. نبدأ التصريحات التي تدعو مباشرة أو مداورة إلى خروج القوات الأجنبية من سوريا بما يعنيه ذلك ضمنا إيران كثرت في الفترة الأخيرة، الحديث الشق المتعلق بإيران، برأيك هل هذه التصريحات يعني تدل على أنه حان وقت خروج إيران من سوريا، أم أن هذا كلام يدغدغ العواطف والمشاعر أكثر منه إلى الحقيقة؟ لا، أنا أعتقد أن هناك ضغوط جدية وحقيقية من عدة أطراف إقليمية ودولية لخروج إيران من سوريا. الجميع ربما يبحث عن حل سياسي في سوريا، والجميع يعلم أن بوجود إيران ربما الحل السياسي بعيد عن المنال جدا، بالإضافة لأن مثلا اللاعب الإقليمي إسرائيل تجد في الاستقرار الإيراني في سوريا هو تهديد استراتيجي لأمن إسرائيل. السياسة الأمريكية تجد في بقاء إيران في سوريا، وليس فقط في سوريا وإنما سوريا هي اليوم هي الساحة المتحركة، الساحة المشتعلة،
تجد أن إيران تثير البلبلة والفتن في منطقة الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية كأكبر دولة عربية حاليا مهتمة ربما في الملف السوري، أعتقد أنها تشعر أن بقاء إيران في سوريا يعني التمدد الإيراني في المنطقة، كما يحصل في اليمن وكما قد يحصل لا سمح الله في البحرين. كل هذا كلام قديم يعني أستاذ سمير، يعني لا، أنا أريد أن أشير إلى هذه التهديدات. نعم. التي تجد في الوجود أو البقاء أو الاستقرار الإيراني في سوريا هو تهديد. لذلك اليوم هناك مطالبات، معذرة، لماذا تهديد؟ يعني إيران دخلت منذ 7 سنين دخلت إلى سوريا بغفلة عن هذه الدول، تحت مرأة وسمع هذه الدول جميعا. لا، دعني أوضح نقطة مهمة جدا. هناك فرق شاسع بين إدارة أوباما التي سمحت لإيران بالتمدد في المنطقة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل الدول المنطقة، والتي كانت تشعر إدارة أوباما أن هدفها الأساسي توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وبين إدارة ترامب التي تجد هذا السماح أو هذا الأعطاء التي قدمته إدارة أوباما لإيران في المنطقة في مقابل الملف النووي الإيراني هو ليس مقبولا ومرفوضا أن تكون إيران الدولة الأولى في المنطقة صاحبة النفوذ. تغير الموقف الأمريكي عنصر حاسم في الموضوع. الموقف السعودي قديم والموقف الإسرائيلي لماذا قديم. لماذا تغير الموقف الأمريكي برأيك؟ إدارة أوباما نظرة استراتيجية للمنطقة مختلفة للدور الإيراني. لكن برأيك هل تتغير استراتيجية دولة كبرى مثل أمريكا بتغير الأشخاص؟ بالتأكيد هناك مؤسسات لا شك، لكن الرئيس الأمريكي وباعتباره أقوى رجل في العالم أو أقوى رئيس لأقوى دولة بالعالم هو من يضع الاستراتيجيات، وهو من يقدر ما هي مصلحة الأمن القومي الأمريكي. لكن الرئيس لا يضع الاستراتيجية، وإنما يضع الخطوات والآليات الموصلة إلى تحقيق هذه الاستراتيجية. بالتأكيد أوباما كان يرى وأقنع المؤسسات سواء كان الكونغرس أو إدارته بأنه سوف ينسحب من منطقة الشرق الأوسط، وكما انسحب من العراق، وهو خلال 6 سنوات كان يدير الأزمة في سوريا وليس متدخلا بالأزمة، على الرغم أن النظام السوري والتدخل الإيراني استخدم السلاح الكيماوي في 21/8/2013 ولم يقم بأي ردة فعل، على الرغم أن أوباما قال استخدام السلاح الكيماوي خط أحمر. بينما إدارة ترامب مباشرة وعند كل استخدام للملف استخدام السلاح الكيماوي سواء كان في خان شيخون أو في دوما قامت بالمبادرة وخارج مجلس الأمن. هذا حقيقي وجوهر. فورين أفيرز وهي المجلة الأمريكية ذائعة الصيت قالت في تقرير لها أن بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ودونالد ترامب يتبعون لغة قوية مع إيران، لكن هذه ما زالت في طور اللغة. دعني أتحول إلى لندن. محمد، أهلا وسهلا بك. يعني ما الذي حرك كل هذه الأطراف مجتمعة؟ الكيان الصهيوني، أمريكا، وزيرة رئيس الوزراء البريطانية، وعدد من الدول الأوروبية بمن فيهم من يقول عن روسيا ولو على استحياء. ما الذي حرك كل هذه الأطراف للغمز في قناة إيران من أجل الخروج من سوريا؟ ما دلالة التوقيت برأيك؟ في البداية تحياتي لحضرتك وضيفنا الكريم والسادة المشاهدين الأعزاء. طبعا الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وهي تتبع في المؤسسة جديدة تتمثل في الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وتختلف عن المؤسسات التي تقف خلف أوباما. وهذه المؤسسات التي تقف خلف أوباما لا يزال تطالب بإعطاء إيران دور محوري في المنطقة وفي الإقليم والحفاظ على الاتفاق النووي، ونسمع أصداءهم أوباما، جون كيري، وفي الكونغرس الأمريكي. بمعنى أنه تأخر ترامب في تنفيذ سياساته ضد إيران أو تقديم أظافر إيران أو تحديد دور إيران في الإقليم بسبب عوائق داخلية أمريكية من قبل مؤسسات أخرى تدعم الدور الإيراني في الإقليم وتراهن على الدور الإيراني على حساب العرب، وهذا معروف تاريخيا وليس شيء جديد بالنسبة للأمريكان الذين يريدون تهويل أو تعظيم دور غير العرب على حساب العرب في المنطقة العربية ولا يقتصر على إيران فقط. أما
بالنسبة للحالة الحالية، أي إبعاد إيران من المشهد السوري، شوف الدكتور الغالي، أي حل في المشهد السوري سيفرض معادلات إقليمية جديدة تفضي إلى نظام دولي جديد. بمعنى نحن الآن على مئوية سايكس بيكو، والحديث دار كثيرا على سايكس بيكو 2، وسايكس بيكو 2 أيضا فشل الغرب في سايكس بيكو 2 من خلال ما يسميه بفوضى الخلاقة. فالآن شكل الحل في الملف السوري سيحدد يعني شكل ولادة النظام الدولي الجديد. وحتى نرى أن عكس هذا التغير في شكل الحل في المعادلات في منطقة الشرق الأوسط، حتى انعكس على ملف كوريا الشمالية، والولايات المتحدة ذهبت بصفقة مع كوريا الشمالية من أجل إعادة تموضع مع باقي القوى العظمى، لأن الموضوع لا يتعلق بسوريا لوحدها فقط أو لبشار الأسد أو لإيران أو لإسرائيل. الكل يريد أن يلعب دورا ما في سوريا حتى يحفظ لنفسه حصة في هذه الترتيبات الإقليمية. والجانب الأضعف في هذه المعادلة بسبب مجيء ترامب ورؤية ترامب هو إيران ومن مع إيران، الذي نرى حتى روسيا التي متنفعة من الدور الإيراني كجنود على الأرض يحاربون بدلا من الجنود الروس، بدأوا يطالبون، والرئيس الروسي صرح بذلك خلال لقائه مع بشار الأسد، بانسحاب القوات الخارجية بين القوسين من سوريا، وطبعا استثنى الروس. فهذا الموضوع يعني أن تقاسم الكعكة في سوريا سيتم بين يعني الكبار. محمد أنت قلت أن الجميع والصغار. محمد أنت قلت أن الجميع يريد أن يصنع لنفسه موطئ قدم في سوريا. ربما أريد أن أسألك، هل هذا يفسر الكلام الذي أوردته إحدى الصحف الإيرانية على لسان مسؤول إيراني كبير، قال طالب بشكل واضح ومباشر بأنه ينبغي حفظ حصة إيران في سوريا، هل هذا يفسر هذا برأيك؟ لا شك في أن إيران يعني أنفقت أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات السبعة الماضية نقدا كنقود، فضلا عن باقي أشكال الدعم اللوجستي والعسكري والقوات التي تحارب على الأرض والسلاح وغيرها من أشكال الدعم. فإيران لا تريد تخسر هذا الاستثمار الكبير الذي أعطاها تفوق كبير أيضا في الإقليم، وهي تسيطر على خط استراتيجي من طهران إلى بيروت وصولا إلى شرق بحر الأبيض المتوسط، المنطقة الحساسة بالنسبة للقوى العظمى. الآن يتم قطع هذا الوصل وطرد إيران تدريجيا من الساحة السورية. نعم. شوف الدكتور، النقطة الجوهرية في أن كيف إيران تواجدت على الساحة السورية، كما تفضل ضيفنا الكريم في الاستوديو، تم ذلك من خلال غطاء أمريكي وفرته الإدارة الأمريكية السابقة. الآن الإدارة الأمريكية الجديدة تقطع أوصال تدريجيا هذا التواجد، يعني تواجد إيران دون غطاء أمريكي لا يمكن، ويستحيل أن إيران تبقى في سوريا دون رضا أمريكي. ثمة من يقول إن الكلمة المفتاح في هذا هي الكيان الصهيوني. هنا أريد أن أسألك، وأنت أشرت إلى هذا بأن الكلمة المفتاح هي إسرائيل في هذه القضية، لكن ثمة من يقول أيضا، وهذا كلام معتبر، أن إسرائيل ترفع شعار وعلى لسان بنيامين نتنياهو لا لإيران في سوريا، ليس لإخراج إيران من سوريا، وإنما هذه شماعة فقط من أجل ضمان استمرار النفوذ الإسرائيلي في سوريا وهو نفوذ ناشئ، ومن أجل تعزيزه أيضا، وبالتالي هذا يسقط فرضية الدعوة بقوة لإخراج إيران من سوريا. ما مدى نجاعة هذا الرأي؟ أنا أعتقد أن السكوت الإسرائيلي سابقا كانت تنظر إلى الصراع في سوريا على أنه استنزاف لإيران واستنزاف للنظام السوري، وأن الجميع سوف يخرج من هذه المعركة مستنزف ومستهلك. في المرحلة الأخيرة وبعد نجاح إيران وروسيا وبقايا النظام السوري في إخراج قوات المعارضة من غوطة دمشق ومن ريف حمص الشمالي ومن القلمون، وبالاتفاق الذي جرى ما بين تركيا وما بين الروس من خلال اتفاقيات خفض التصعيد، توقفت المعارك في سوريا. هذا يعني المزيد من الوقت والراحة للقوات الإيرانية لتستقر ولبناء قواعدها في سوريا وهيكلة هذا التواجد الإيراني من خلال مؤسسات والتغلغل في المجتمع السوري وفي النظام السوري ذاته. وبالتالي وجدت إسرائيل، وخاصة في ظل إدارة أمريكية
تستخدم الدبلوماسية مع القوة، ليس فقط في مع إيران وإنما مع كل دول العالم، الدبلوماسية مع القوة، وجدت الفرصة سانحة إسرائيل أن تشدد ضغطها في ظل هذه الإدارة الأمريكية التي لم تكن متاحة في ظل إدارة أوباما. ولذلك لم تقل إسرائيل كما يحاول الروس أن يقولوا أو يسوقوا أن القوات الإيرانية سوف تنسحب من الجنوب مسافة 20 أو 30 أو 50 كيلومتر. القضية انسحاب إيران ليس فقط من الجنوب وإنما من كل سوريا. لكن هذا في هناك كلام عن اتفاق روسي إسرائيلي ليس دقيقا 25 كيلومتر، ليس دقيقا. وكل ما يقال عن اتفاق درعا حتى فورين أفيرز، أنا قرأت التقرير في الفورين أفيرز الأمريكية عن هذا الموضوع، كل هذا الاتفاق ليس دقيقا وإنما هو تسريبات روسية لمحاولة إقناع أن هناك صفقة ما كما جرت في استسلام سواء كان فصائل الغوطة أو باقي الفصائل كما ذكرت في الريف الشمالي أو بالقلمون. درعا وكما قالت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيان عندما اشتد اللغط الروسي حول مفاوضات وحول صفقة للمصالحات في درعا، قالت إذا النظام السوري وحلفائه تجاوزوا اتفاق خفض التصعيد في درعا فسوف يلقون ردا حاسما ومناسبا. حتى هددت بحياة رئيس النظام السوري نفسه. الرئيس النظام السوري البارحة ربما يدلي بتصريح أن هذا موضوع مفاوضات ما بين الروس والإسرائيليين والأمريكان وهو ليس طرف في ذلك. لكن كما ذكرت هذا الكلام ليس دقيقا، هذا يفسر لماذا الروس تحولوا بقدرة قادر من التحدث عن الملف درعا وبداية قصف إدلب لتحوير الأنظار والرأي لمشكلة إدلب، رغم أنهم كانوا يتحدثون عن درعا. الاتفاق لا يزال ساري المفعول، وهناك أيضا تصريح لوزير الخارجية الأردني أن اتفاق خفض التصعيد سوف يبقى ويلتزم به من جميع الأطراف. هذا يعني أن لا معركة عسكرية في درعا قريبا، وإذا تجرأ النظام السوري وإيران وحتى روسيا على تجاوز الاتفاق سوف يكون هناك ردا شبيه برد ديرزو. لكن يبقى موضوع خروج إيران من سوريا بند من 12 بندا طرحتها أمريكا. أريد أن أسأل محمد المذحجي عن هذا الموضوع. بند خروج إيران من سوريا هو بند من 12 بندا طرحتها أمريكا على الإيرانيين لرفع العقوبات عنها. السؤال هو ما مساحة التي يشغلها الاتفاق النووي ضمن هذا السياق من التصريحات الضاغطة على إيران الخروج من سوريا؟ يعني مثلا هل تقرع أمريكا جرس الإيرانيين للخروج من سوريا لكي تسمع الجواب في الملف النووي الإيراني مثلا؟ لا أرى ذلك. يعني الخروج الإيراني من الساحة السورية هي ضرورة أمريكية أولا قبل كل الاعتبارات الأخرى، لأنه إيران تعتبر البوابة الرئيسية للصين إلى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي وغرب آسيا، والولايات المتحدة المعنية الأول بخروج إيران من الساحة السورية بغض الطرف عن أي اعتبار إقليمي آخر، لا إسرائيل ولا حتى روسيا. الموضوع خروج إيران من سوريا هو مرتبط مباشرة بالأمن القومي الأمريكي والمصلحة الأمريكية في العالم يعني كله. محمد يعني أنا معذرة عن المقاطعة محمد، يعني أنا وربما يكون كثير من المشاهدين مثلي يريدون أن يفهموا قضية مهمة. يعني إذا كان الأمن القومي الأمريكي يهدده الوجود الإيراني في سوريا، فماذا كانت تفعل المخابرات المركزية الأمريكية والإدارة الأمريكية السابقة طوال 7 سنين وهي تسمح لإيران في التمدد في سوريا؟ هذا سؤال وارد. الإدارة الأمريكية السابقة هي تنتمي لفكرة العولمة أو المعسكر العولمة أو ما يوصف بنادي بيلدربرغ، وهذا النادي يعمل على إنشاء خط وصل بين الصين وأوروبا من خلال إيران، وما تسميه إيران بين القوسين بمحور المقاومة المزعومة، ليس هي مقاومة بل هو شعار لتأطير جغرافيا معينة من أجل وصول الصين إلى أوروبا أو العكس. ولا يمكن لحلفاء الصين وأوروبا أن يكونوا أعداء لإسرائيل بالصفة الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية أو أي صفة أخرى.
أما الإدارة الحالية هي إدارة ترامب تريد القضاء أصلا على فكرة العولمة وبناء قواعد جديدة ونظام دولي جديد بعيدا عن كل الاعتبارات الحالية. حتى هؤلاء يقولون يعني شتراوس هو الزعيم الفكري والروحي لهذه المجموعة وهذه المؤسسات في الولايات المتحدة، يقولون يجب إنهاء فكرة الأمم المتحدة وجميع القواعد الأخرى التي بنيت خلال 70 سنة ماضية. فنحن على أعتاب ولادة نظام دولي جديد بعيدا عن كل الاعتبارات. أما إدارة أوباما كانت تعمل على تقوية وتعزيز النظام الدولي الحالي الحاكم على العالم الذي يعطي إيران أفضلية على سبيل المثال كجزئية في منطقتنا وليس في كل العالم فقط. أما عودة لجواب سؤال حضرتك، الاتفاق النووي بالنسبة للولايات المتحدة انتهى، يعني لا شيء بعد اسمه اتفاق نووي. الولايات المتحدة تقول يجب الجلوس مع إيران ومفاوضات جديدة لوصول اتفاق آخر، وشكل الاتفاق باين 12 شرط وضعته الولايات المتحدة، وإحدى أحد هذه الشروط هو إخراج القدرات النووية والمنشآت النووية من إيران كما حصل مع ليبيا وكما سيحصل مع كوريا الشمالية. فالموضوع مع النووي الإيراني مختلف تماما بالنسبة للولايات المتحدة. فلا يمكن، يعني أنا لا أرى ربطا بين الاتفاق النووي الميت بالنسبة للولايات المتحدة وخروج إيران من الساحة السورية الذي هو سيتم. وأنا أشير إلى نقطة بعجالة بالنسبة للروس، إذا أخذوا ما يريدونه من الأمريكان في المنطقة وفي الملف السوري، هؤلاء حتى جاهزون للتخلي عن بشار الأسد نفسه بشرط أن يأخذوا ما يريدونه. الروس سنناقشهم، سنبحث أمرهم في بعد الفاصل. ولكن إيران يعني مليارات، يعني هناك من يقول 50 مليار دولار استثمرتها في سوريا سياسيا وأمنيا وعسكريا. صحيح. آلاف القتلى من ضباطها وخير ضباطها كبار ضباطها في سوريا قتلوا، جندت الآلاف من الشيعة الشباب الشيعي في باكستان وأفغانستان والهند وإيران والعراق وحتى لبنان، ثم بعد ذلك خاطرت بنفسها في مواجهة المشاريع الدولية الكبرى في سوريا من أجل أن تخرج بين ليلة وضوحة إذا قيل لها خروجي. لا، لن تخرج بين ليلة وضوحاها. أنا أعتقد أن إيران كما ذكرت استثمرت ليس فقط في الثورة السورية أنها وقفت إلى جانب النظام ودفعت المليارات ودفعت أرواح الآلاف من جنودها، لا، منذ أيام حافظ الأسد هناك تحالف استراتيجي. حافظ الأسد هو الوحيد الذي وقف بنظامه إلى جانب إيران عندما كان جميع العرب يقفون مع العراق في حرب الثمانينات ضد إيران، لأن إيران رفعت شعار تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة وبدأت في العراق. حافظ الأسد وإيران بنوا تحالفا منذ ما يزيد على 30 عاما، وهذا التحالف نما بشكل مكثف إلى أن وصلت الثورة السورية حيث اضطرت إيران للدفاع عن نظام يعني بشار الأسد. يعني كيف ستخرج إيران؟ أنت قلت لن تخرج بين ليلة وضحاها. أنا عفوا في المدى المنظور، لكنها سوف تبقى تحت الضغط، وربما إيران تلجأ إلى تفجير مناطق أخرى لتوسيع دائرة الصراع، هذا ليس فقط في سوريا وإنما في المنطقة، هذا وارد في الخيارات وخاصة في العراق. سنتحدث عن هذا ضمن خيارات إيران، ولكن ليس الآن في المحور الأخير من الحلقة. روسيا هي الكلمة المفتاح والحجر الأساس في مسألة بقاء إيران في سوريا من عدمه أو خروجها، فماذا عن موقف موسكو الجوهري؟ نحاول معرفة ذلك بعد الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن مستقبل الوجود الإيراني في سوريا. أذهب إلى لندن محمد، فيما يتعلق بموقف روسيا من إيران برأيك
هل يكفي مطالبة موسكو على لسان الرئيس فلاديمير بوتين بخروج القوات الأجنبية من سوريا من دون أن يستثني إيران؟ هل يكفي هذا التصريح للدلالة على موقف روسي حاسم وصارم وأصيل لإخراج إيران من سوريا برأيك؟ طبعا هذا لا يكفي، بل التصريح، أهمية التصريح هو أنه جاء على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعث برسالة. أنا قراءتي لتصريح الرئيس الروسي هو هذا، بعث برسالة إلى جهتين. الجهة الأولى هي الولايات المتحدة بأن روسيا مستعدة للتعامل إيجابا مع المطلب الأمريكي بالانسحاب الإيراني من سوريا بعيدا عن كل الاعتبارات، فقط بأخذ العين بالاعتبار الملف السوري لوحده. والجهة الثانية هي لبشار الأسد حينما قال ذلك في لقائه مع بشار الأسد في سوشي. وطبعا نعلم أنه التمسك بشار الأسد في بقاء الإيرانيين في الساحة السورية له سببين. السبب الأول يتعلق بالقوات التي تحارب، والسبب الثاني النظام بشار الأسد يحاول أن يقايض إخراج إيران من الساحة السورية مقابل إخراج إسرائيل من جولان، يعني ورقة مقايضة معروضة. يعني الآن الجميع يريد أن يقايض بهذه الورقة لأنه يعرف لا يمكنه أن يقاوم المطلب الأمريكي، لأنه أمريكا ستفرض ذلك بالقوة ما تريده بالنسبة لإيران. لأنه أنا أشرت قبل قليل، يتعلق التواجد الإيراني في الساحة السورية مرتبط بالأمن القومي الأمريكي، والتواجد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في صراعها مع الصين، صراعها التجاري مع الصين، فكل هذا معروض للنقاش. يعني حتى قبل عام، قبل مجيء ترامب، لا أحد كان يتحدث عن خروج إيران أو إمكانية خروج إيران، والجميع كان متفقا في تواجد إيران على الساحة السورية، أقصد من اللاعبين الكبار متفقون أو ما كانوا يتحدثون عن ذلك بشكل جدي. المتحدث المتمسك بملف خروج إيران هي الآن الولايات المتحدة، وستفعل ذلك. لهذا السبب الجميع يريد أن يأخذ شيئا ويخرج الإيرانيين من الساحة السورية. وأنت قلت إن إيران هي الحلقة الأضعف في سوريا، يعني كما يقول المثل إذا وقع العجل كثرت السكاكين، هل هذا ينطبق على إيران الآن محمد؟ نعم أستاذ جهاد، الآن بسبب تغير الموقف الأمريكي، أي الغطاء الأساسي للتوسعة وزيادة النفوذ الإيراني في الإقليم، الآن هذا الغطاء لا يوجد، والجميع يريد أن يغايض بهذه الورقة، وإيران تعرف ذلك. لهذا السبب رضخت لبعض المقايضات وبعض أخذ والعطاء مع اللاعبين على الساحة السورية، وتحاول أن تغايض بالملف اليمني على سبيل المثال مقابل القبول ببقائها في الساحة السورية. يعني الآن هي حتى مستعدة أن تقايض مع السعودية، المملكة العربية السعودية، في الملف اليمني مقابل أن السعودية تخفف لهجتها ضد إيران في الساحة السورية. فالكل الآن لا يريد إيران في الساحة السورية. نعم. لأنه إيران أصبحت الجهة الضعيفة في هذه الساحة، مع ما أنها قوية على الأرض في الساحة. نعم. السورية، لكنه فعليا في المفاوضات في الأخذ والعطاء إيران الجهة الأضعف. نعم، يعني أستاذ سمير، يعني إيران حرصت منذ دخولها لسوريا على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، وهذا فيه مصلحة استراتيجية لها. ما الذي يدفع موسكو إلى استعداء إيران؟ بمعنى آخر، ما حقيقة الموقف الروسي الجوهري من حليفه الاستراتيجي، الحليف الإيراني الاستراتيجي في سوريا؟ روسيا تعرف جدية الموقف الأمريكي. نعم. روسيا لن تقف في وجه السياسات الأمريكية، خاصة كما أصبح معروفا أن دبلوماسية القوة التي تستخدمها إدارة ترامب ليس فقط مع إيران، وإنما حتى مع كوريا الشمالية، وإنما حتى مع حلفائها الأطلسيين وغيرهم. هذا يعني أن روسيا سوف تضع نفسها في مكان وفي موقع لا تحسد عليه في مواجهة الأمريكان. هذا واحد. اثنين، إذا أرادت روسيا أن تقف بصلابة إلى جانب إيران، معنى ذلك أنها سوف تكون مواجهة مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى ربما مع الدول العربية، إذا أرادت روسيا أن تظهر بمظهر المدافع عن البقاء الإيراني في سوريا. ولكن الروس يريدون أن يمسكوا العصا من الوسط. لكن لو خرجت القوات الإيرانية والميليشيات المدعومة، آلاف المقاتلين، تتحدث عن أرقام تقول 50,000 مقاتل من ميليشيات تدعمهم إيران، لو خرجت هذه القوات أستاذ سمير، ثمة فراغ على الأرض سيكون، من الذي سيملأه في هذه المرحلة؟ لا يا سيدي، هناك محاولة جدية وحقيقية
أن الميليشيات التي هي ليست قوات نظامية سوف تدخل في بعض القطع العسكرية التي تخضع لإشراف بشار الأسد وماهر الأسد تحديدا. تجنيس وتجنيد بقبول دولي؟ في هذا ردة الفعل الدولية ليست معروفة حتى الآن. إيران تحاول التخلص من الضربات العسكرية الإسرائيلية، وربما يكون لاحقا هناك ضربات أمريكية، تحاول الدخول إلى الفرقة الرابعة وإلى الحرس الجمهوري. الفرقة الرابعة تابعة لماهر الأسد، والحرس الجمهوري تابع لبشار الأسد. نعم. هذا يعني دعما مباشرا للقوات التي هي بإشراف وبقيادة عائلة الأسد، وليست وزارة الدفاع أو نعم. أو المؤسسة العسكرية. لكن أستاذ سمير، معذرة، المغزى من سؤالي يعني الفراغ الذي سيحدثه خروج هذه القوات، بمعنى هل يمكن أن نقول أن خروج إيران من سوريا ينبغي أن يكون مرهونا بعملية سياسية، إنجاز عملية سياسية ما مثلا؟ يفترض الطلب أن الهدف من إخراجه هو الإسراع في العملية السياسية. لماذا لا يكون مطلوبا إنجاز عملية سياسية ثم خروج إيران؟ لا، هم يجدون أن العملية السياسية لا يمكن أن تتم بالوجود الإيراني. هناك فرق جوهري، وخاصة أنه إذا كان هناك مطلب سياسي حقيقي لإجراء تعديلات جوهرية على بنية النظام السوري، كما اقترحت اللاورقة المقدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخمس التي قدمتها لديمستورا، هذا يعني تغيرات بنيوية في شكل النظام السوري، وهذا ما رفضه النظام السوري مباشرة، لأنه سوف يفقد السيطرة على السلطة في سوريا كما هي الحال الآن. يعني هذا كلامك يحوي معنى خفيا بأن هناك خلافا بين المعسكر الغربي والإسرائيلي والمعسكر الشرقي روسيا وإيران حول هوية وطبيعة الحل السياسي في سوريا. لا، أنا أعتقد هناك فرق يجب أن نتلمسه بين الموقف الروسي والموقف الإيراني. نعم. الموقف الإيراني الداعم لعائلة الأسد تحديدا هو غطاء شرعي لبقائه واستمراره واستقراره في سوريا، بينما الروس يريدون التوصل إلى صفقة سياسية دولية مع الغرب، مع الولايات المتحدة، وتكون مقبولة من إسرائيل، وتكون مقبولة من الدول العربية، وربما تكون مقبولة من قطاع واسع من السوريين، خاصة بعد أن توقف القتال ما بين الفصائل التي أصبحت منضوية تحت إرادات إقليمية ودولية، ولم يعد هناك قتال حقيقي. روسيا تسعى لإيجاد حل يحقق مصالحها ومصالح الجميع، وبالتالي لا يزال موضوع بشار الأسد موضوع صفقة وموضوع نقاش للمستقبل القريب، وهذا ما تخشى منه إيران والنظام السوري. نعم محمد، يعني من الناحية العملية ما فرص هذه الضغوط التي تمارس على إيران للخروج من سوريا؟ ما فرص هذه الضغوط في تحقيق هدفها وبالتالي خروج إيران من سوريا؟ يعني عمليا منطقيا هل هذا ممكن؟ نعم، لماذا لا؟ يعني حتى الآن نرى تقلص في عدد الإيرانيين تحديدا، لا أتحدث عن باقي الميليشيات في الساحة السورية، حيث إيران أخرجت قائد قوات القدس في الساحة السورية من سوريا منذ أكثر من شهر بسبب ضربات الروس الإسرائيلية. وطبعا حين قامت روسيا معذرة محمد، يعني هناك مشكلة في الصوت، سأعود إليك، الخلل الفني لا أعرف مصدره، سنعود إليك بعد قليل، يعني ريثما يتم إصلاح هذا الخلل. ما الآليات بعيدا عن ردة فعل إيران وخياراتها الذي سنبحثه بعد الفاصل، بعيدا عن ذلك، ما الآليات المطروحة لإخراج الإيرانيين من سوريا؟ إيران الآن لديها آلاف المقاتلين متجذرة، افتتحت الحوزات، صار لها منابر، صار لها وسائل إعلام، صار لها مناصرون حتى من المجتمع السني السوري. يعني كيف يمكن إخراج هذه القوة التي تتجذر يوما بعد آخر في سوريا؟ أنا أعتقد وكما ذكرت منذ البداية
أن إيران سوف تبقى تحت الضغط، سواء كان الإسرائيلي وربما لاحق الأمريكي من خلال ضربات عسكرية مستمرة. إسرائيل قصفت مواقع إيرانية في حلب، ليست حلب ليست على الحدود السورية الإسرائيلية، قصفت مواقع في حماة، قصفت مواقع في حمص. إذن إسرائيل تستهدف جميع المواقع التي يمكن أن تتواجد بها أو موجود لإيران قواعد بهذه المناطق. إضافة إلى ذلك، حتى الآن لم يترجم عمليا ردة الفعل الأمريكي سوى باللغة الدبلوماسية. هناك رد فعل وهناك حشد عسكري أمريكي في ساحل البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل السورية، وعلى رأسها حاملة الطائرات هاري ثرومان التي يمكن أن يكون على سطحها 90 طائرة مقاتلة تستطيع أن تقوم بجميع المهمات القتالية التي تتطلبها التصدي لإيران في المنطقة وليس فقط في سوريا. لكن هل توافق على ما قاله محمد من أن معسكر حلف النظام والملتف حول إيران أيضا، يعني هل انفض سامره؟ هل وقع العجل الإيراني وبالتالي ارتفعت السكاكين السياسية حول عنقه؟ ليس بعد. روسيا تحاول عن طريق الضغوط الناعمة، إذا جاز التعبير، الضغوط الناعمة على إيران لإيصال رسائل إلى إيران أن الموضوع يتعقد. نعم. وأن بقاء في سوريا سوف يكون مكلفا، وروسيا لن تستطيع الدفاع عن إيران في سوريا. يجب أن يكون خيارات إيران. نعم. من هذا المنظور أن لا حليف لها، حتى روسيا لا يمكن أن تقدم لها دعما عسكريا. اسمح لي أن أعود إلى لندن محمد، يعني كنت قد سألتك قبل أن يحدث الخلل الفني، يعني من الناحية العملية إلى أي مدى يمكن للأمريكيين والكيان الصهيوني أن يطردوا الإيرانيين من سوريا بعد أن تجذرت في سوريا؟ يعني الآن نرى أنه قادة فيلق القدس بدأوا بالخروج والانسحاب من الساحة السورية بفعل ضربات إسرائيل، وانسحب قائد فيلق القدس في سوريا أكثر من شهر ونصف شهر من سوريا، وهذا سيحصل ولم يكون صعبا إن تم التوافق ما بين روسيا والولايات المتحدة. يعني إخراج القوات الإيرانية كما دخلت هذه القوات بغطاء روسي أمريكي ستخرج بغطاء روسي أمريكي أيضا أو بضغط روسي أمريكي، فالموضوع ليس صعبا كما لكن يعني كلامك هذا صعب. لكن كلامك هذا محمد يعني أن الأمر معقد وطويل جدا، لأن حتى تتفق روسيا مع أمريكا على إخراج إيران ينبغي أن تكون هناك حزم من التوافقات والمصالح المتبادلة بين الطرفين، صفقة وهذا كبيرة، وهذا أمر معقد وطويل المدى. يعني شوف أستاذ جهاد، الموضوع في سوريا رهين قضايا أخرى ليست لا تتعلق بسوريا مباشرة، وهي الصراع أو المنافسة مع الصين. إذا الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا، وهذا التوافق نراه في كوريا الشمالية، يعني هناك توافق روسي أمريكي في كوريا الشمالية أن روسيا متنفعة، والرئيس الأمريكي في قمة مجموعة 7 في كندا طالب بعودة روسيا إلى هذه المجموعة، يعني هناك تقاطعات كثيرة ملفات أخرى بين الروس والأمريكان، وترامب يعمل على ذلك. والغريب في الأمر أو الملفت في الأمر، لوبي بيلدربرغ في الولايات المتحدة يعارض التقارب مع روسيا، يعني يعارض ترامب، الدولة العميقة تعارض ترامب. ترامب إذا لم تكن هذه العوائق منذ سنة لذهب معه وجلس مع بوتين واتفق معه. العواقع هي ليست بين روسيا والولايات المتحدة بقدر ما هي تتعلق بمنافسات داخل البيت الأمريكي، فالأمور ليست بهذا التعقيد اللي احنا نراه. نعم تحتاج بعض الوقت، والصفقة أنا أراها لا محالة لها بين الروس والأمريكان في الساحة السورية، لأنه لا خيار آخر أمام الروس والأمريكان إلا التوافق في الساحة السورية. الصين يهدد روسيا أيضا، لأنه إذا الصين اقتربت لمنطقة الشرق الأوسط، حلفاء روسيا بطبيعة الحال إذا أرادوا أن يستبدلوا حلفهم مع روسيا سيذهبون باتجاه الصين، باتجاه الشرق أيضا، يعني المعسكر الشرقي.
فهذه أمور يجب أن ننتبه إليها. يعني الأمور ليست بهذا التعقيد اللي نراه، لأنه والتعقيد يعني جزء من التعقيد سببه أنه اللاعبون الرئيسيون في هذه الساحة يريدون أن يتمسكوا بأوراقهم لأخذ امتيازات أكثر من الجانب المقابل. نعم، هذا عن الفاعلين الآخرين، لكن لم نتحدث عن خيارات إيران في مواجهة هذه الضغوط التي تمارس عليها للخروج من سوريا. هذا ما نريد أن نعرفه بعد العودة من فاصل أخير. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ سمير، يعني الأمور قد لا تكون بهذا القدر من التفاؤل بشأن خروج إيران من سوريا. يعني إيران هل هي قصيرة حربة كما يقال، يعني ضعيفة حيلة؟ ما خياراتها، ما الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة هذه الضغوط؟ لأن الخروج من سوريا يعني انهيار المشروع الإيراني الإقليمي. صحيح. ما هي خياراتها في مواجهة؟ أنا أعتقد أن خروجها ليس في المدى المنظور أو سهلا كما تفضلت، لأنه القضية بالنسبة لإيران هو مشروع إقليمي أولا وأخيرا، وليس فقط مرتبط بسوريا، ولكن سوريا حلقة وصل في هذا المشروع الإيراني، وهذا قضية جدا مهمة في دول المنطقة. خيارات إيران كما أراها أنا أنها سوف تتحمل الضغط والقصف الجوي وتراهن على أما أن يخرج المحقق الخاص مولر بتقرير يؤثر على بقاء ترامب في الإدارة الأمريكية، أو تحمل الضغط لمدة عامين ونصف لحين انتهاء ولاية ترامب على أمل أن لا يجدد لترامب في الانتخابات المقبلة، وإما خيار آخر تفجير في إحدى دول المنطقة النيل من السياسة الأمريكية، سواء كان خاصة كما أظن في العراق أو ربما باحتمال أقل في لبنان. لكن إيران يعني سوبرمان حتى تستطيع أن تفجر الوضع في أي دولة؟ لا، هي في مرحلة الدفاع عن نفس حاليا إيران، لأنه المطلوب أمريكيا أن تعود إيران إلى حدودها وإلى حجمها، تعود إلى حدودها داخل دولة إيران وإلى حجمها من حيث دورها الإقليمي، وتكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة. وكما يقول مسؤوليها أن القرار في أربع عواصم عربية هو في طهران. هذه تصريحات تكررت. اليوم هناك معركة حقيقية في الحديدة في اليمن، إذا نجحت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية والحكومة الشرعية بإخراج الحوثيين من الحديدة، هذا يعني أن النفوذ الحوثي والإيراني سوف يبدأ بالانحسار حتى في اليمن. إذن ما هو الحل أو المقايضة؟ يعني معركة الحديدة تأتي ضمن سياق دولي إقليمي للضغط على إيران؟ لا بالتأكيد هناك جهود أمريكية تدعم قوات التحالف، وهناك قوات أمريكية خاصة تدعم قوات التحالف في الحديدة حتى تخفيف من الخسائر البشرية ومن إنقاذ ميناء الحديدة. وهذا يمثل أيضا مؤشر حقيقي أن الانحسار للنفوذ الإيراني في دول المنطقة سواء كان في اليمن أو في سوريا. إيران ربما تلجأ إلى تفجير الموقف في العراق، وهذا ما يجب أن نلاحظه جيدا في التحالفات الجديدة التي بدأت تتطور في العراق. ربما عند محمد في لندن الخبر ليقين بشأن مدى قدرة إيران على تفجير الوضع في المنطقة. من الناحية العملية محمد، هل إيران تمتلك الملاءة الأمنية والعسكرية والسياسية إذا صح التعبير لتفجير الوضع؟ يعني ما هي خياراتها العملية مواجهة هذه الضغوط من أجل عدم الخروج من سوريا برأيك؟
حتى قبل فترة كانت تراهن إيران على الساحة العراقية لأي ضغط على الأمريكان لإبقائها في الساحة السورية، لكنه التغيرات في الساحة العراقية خاصة بعد الانتخابات الأخيرة لم تكن في صالح إيران، فضلا على أنه الأمريكان أنشأوا قواعد عدة في العراق ولم يتم الإعلان عنها. على سبيل المثال قاعدة الشعيبة في شمال البصرة وهي قاعدة جوية القوات الأمريكية منذ عام تواجدت فيها وتوافدت إلى هناك، أكثر من 5 قواعد جديدة في محافظة الأنبار، أكثر من 20 قاعدة على الحدود العراقية السورية. يعني الموضوع الولايات المتحدة بدأت بإنشاء قاعدتين كبيرتين في الأردن وفي خيارات محمد كي لا يدرك أن الوقت خيارات إيران، يعني مثلا هل تستطيع إغلاق مضيق هرمز مثلا، التضييق على الملاحة البحرية وبالتالي قطع الطريق على المصالح الأمريكية الدولية مثلا؟ هذا غير وارد اصلا. يعني ايران اذا ارادت تغلق مضيق هرمز كان لديها، لماذا غير وارد اذا كان مشروعها الاقليمي الذي تراكمه منذ عقود سينهار بين ليله وضحاها، لماذا لا تغلق مضيق هرمز؟ يعني اذا نلاحظ اكثر من 20 سفينه حربيه وحامله طائرات في الخليج العربي وبحر عمان، يعني هذا غير وارد اصلا، عمليا فعليا غير وارد. انا اتحدث سياسيا او قرار سياسي ايران لا تستطيع اخذه، هذا غير وارد نهائيا، يعني ايران لا تستطيع ان تفعل ذلك. فالامور يعني لماذا باختصار محمد، لماذا لن تفعل ايران ذلك باختصار؟ لا يمكنها عسكريا، يعني لما ايران تريد تغلق المضيق يجب ان تفرض سيطره ناريه على المضيق، وتواجد العسكري الامريكي في الخليج العربي ومضيق هرمز لا يسمح لها ان تفرض هذه السيطره الناريه اساسا. نعم، معذره يعني انتهى الوقت محمد، اشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقه مشاهدينا الكرام أشكر ضيفي في الاستوديو سمير نشار عضو الائتلاف الوطني سابقا السوري طبعا، وكان معي من لندن عبر سكايب محمد المذحجي الخبير والباحث في الشؤون الإيرانية. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.